السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا إحنا مازالين في working with files and file permissions، يعني كنا شفنا كيفاش نديرو كابين الفايلز. دابا غادي نشوفو الكابين ديال directory. بالنسبة لهاد directory تاهي نفس عندنا نفس الكوموند كنخدمو لا cp، فcp command with dash r ولا recursive كتعني option copies an entire directory tree to another location. علاش كنخدمو تيري f؟ يعني الا كان عندنا دوسي داخل منه دوسي يعني واحد لاغبوغيسونس كامله كنديرو لا كابي يعني في دقه واحده. علاش كنديرو عاد داش r؟ نمشيو نشوفوها براتيك باش نفهموها مزيان. نخرجو من هنا السيرفر، نمشيو السيرفر اللي خدامين به. يعني هنا كان عندنا واحد الدوسي، يعني عندنا نديرو اليس، عندنا شوفو دوسي بحال هاد دايركت تو. هادا نكوبيوها في واحد الدوسي، نديرو امكادير، نكريو واحد الدوسي باش امكادير داير واحد وامكادير داير تو بحال هاكا، ولداخل نديرو سيدي داير واحد، ونديرو هنا نكريو واحد دايركتوري جديد امكادير داير 3. دابا غادي نكوبيو داكشي اللي في داير 1 لداير 2. يعني حنا الا درنا اليس، هانتوما الا لاحظتو داير دايركتوري واحد شنو فيه داير 3. غادي نكوبيو دايركتوري واحد في دايركتوري 2، يعني غادي نديرو سي بي داش اف داير واحد داير 2. فين هنا نشوفو هنا المشكلة فين؟ فهمت علاش؟ خلصنا رجعو لفين سيدي اليس، ها هو داير واحد وها هو داير 2. هنا خصنا نكوبيو يعني سي بي داش ار داير واحد داير 2، ها هو تكوبا. دابا خصنا ندخلو سي دي داير 2 نديرو اليس، ها هو تاول دا معاه. شنو دا معاه؟ دا معاه داير، ها هو شنو فيه داير واحد، يعني داير 2 شنو فيه داير واحد. يدرنا سيدي داير واحد اليس، ها هو شنو فيه دايركتوري 3. يعني ريكيرسيف، يعني كتكوبي داك كتكوبي الكونتوني ديال يعني الدوسي والسو دوسي كامل في داك، يعني في داك الدوسي الاول. فنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. تلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله باش نكملوا لي بارتي اللي مازالين نساليوهم. والسلام عليكم.